بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، معكم أخوكم سامر الشريف من قناة المواقع الربحية. كنا قد شرحنا في الدرس السابق عن طريقة عمل حساب جيميل وطريقة عمل قناة يوتيوب، والآن سوف نستكمل سلسلة الشروحات عن السوشيال ميديا والتسويق الإلكتروني. وفي هذا الدرس سوف أشرح لكم الطريقة الصحيحة لعمل حساب جوجل بلس وطريقة استعماله والاستفادة منه بشكل كبير. وعلى بركة الله نبدأ. نذهب إلى الجوجل ونكتب جوجل بلس، تختار جوجل بلس ثم جوين جوجل بلس. يظهر عندي اسم قناتي على اليوتيوب، ثم نختار كرييت بروفايل. اختار الصورة، سيف. وفي هذه الحالة أصبح لدينا جوجل بلس. نحن كما تعلمنا سابقا أنه عندما تبدأ بالسوشيال ميديا والتسويق الإلكتروني، في البداية يجب عليك أن تعرف ما هو المحتوى الذي سوف تبدأ به. وبما أنني بدأت بمحتوى طبخ، سوف أبحث عن مجموعات في جوجل بلس تختص في الطبخ. أكتب طبخ، عالم الطبخ. ألف مشترك تنضم لهم، تطلب الاشتراك في هذه المجموعة. تضغط على communities هنا وتكتب طبخ وتبدأ باختيار الاشتراك بعالم الطبخ، مجموعات عالم الطبخ أو المجموعات المختصة في الطبخ. إذا كنت أنت قد بدأت في عمل يوتيوب شانل أو قناة يوتيوب عن الربح من الإنترنت، فتكتب هنا الربح من الإنترنت. إذا كنت أنت مهتم بقناة عن الرياضة، تكتب الرياضة. مهتم بقناة حسب المحتوى الذي بدأت به، 8000 عضو. نختار دائما المجموعات التي يكون فيها عدد أعضاء أكثر. هاي 524 عضو، 13000، 184000، 26000، 102000، 26. ثمانية عشر، 119. 21. 108. وهكذا يوميا تطلب الانضمام لأكثر من 15 إلى 20 مجموعة.
فرضا انتهينا من اختيار المجموعات التي سأنضم إليها، أذهب إلى هوم. هذه هي المجموعات التي أنت اشتركت فيها، تضغط على أي واحد منهم. تذهب إلى قناة اليوتيوب الخاصة بك، بعد إنزال أو بعد تحميل الفيديوهات على قناتك تأخذ رابط القناة الخاصة بك أو رابط الفيديو، أي فيديو من الفيديوهات التي قمت بتحميلها على اليوتيوب، وتذهب إلى المجموعات واحدة تلو الأخرى وتقوم بنشر رابط قناتك على كل المجموعات. بهذه الطريقة 100% سوف يأتيك مشتركين ومعجبين لقناتك. ولكن اهتم دائما بالفيديوهات التي تحملها على قناتك، تكون من إنتاجك الشخصي، يعني ما تروح على اليوتيوب طول فيديوهات من اليوتيوب وتنزلها على قناتك. لا، لازم تكون من اجتهادك الشخصي، لأنه اليوتيوب بيعمل دائما ريفيو للصورة والصوت. يعني إذا كان الصورة والصوت اللي أخذ عليهم كوبي رايت، ممكن إذا تكررت العملية أكثر مرة يغلق القناة بتاتا وما تستفيد منها بتاتا. بهذه الطريقة أنت هيك عملت جيميل، وعملت قناة يوتيوب، وعملت جوجل بلس. هاي أهم 3 خطوات في مسيرة التسويق الإلكتروني، في بداية مسيرة التسويق الإلكتروني والسوشيال ميديا. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نتطرق لشرح طريقة عمل صفحة فيسبوك ومجموعة فيسبوك بنفس الموضوع. يعني احسب، بدك تعمل جيميل ويوتيوب شانل وجوجل بلس وفيسبوك بيج وفيسبوك جروب وانستغرام وتويتر وسناب شات، كلهم نفس الموضوع. يعني لما تنزل فيديو على قناتك بدك يكون، راح نتعلم كيف طريقة تسجيل الفيديو إن شاء الله، وعمل فيديو والتعديل على الفيديو. يعني لما يكون الفيديو تبعك شغال والناس بتحضره، يطلع على الشاشة لمتابعتي على الانستغرام، لمتابعتي على سناب شات، لمتابعتي على التويتر، لمتابعتي على فيسبوك. هذا كله إن شاء الله بيعمل لك متابعين ومشاهدين أكثر لقناتك في وقت قصير. إذا عملت الخطوات اللي بحكي لك إياها أنا، إن شاء الله طبعا قناتك راح يصير فيها مشتركين، ومشتركين في أسرع وقت، وعدد ساعات أصلا مشاهدة أكثر راح تحصل عليها في أسرع وقت. وفي نهاية الفيديو إذا عجبكم إن شاء الله، بتمنى منكم تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك على الفيديو وتضغطوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، كان معكم أخوكم سامر الشريف من قناة المواقع الربحية. السلام عليكم.